السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير يا كرام. حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي بسطها. بسط تلاوة القرآن، بسط العيش مع القرآن، بسط الأنس بالقرآن. ترى المسألة بسيطة. الجلسة للقرآن جلسة ثقيلة ولكن تحتاج إلى همم الرجال، أولها كلفة وآخرها ألفة. لا يمكن أن تستغني عن القرآن إذا أنت ألفته وصحبته وأحببته. الجلسة مع القرآن جلسة انشراح صدر وطمأنة قلب وقرة عين، والله الذي لا إله غيره، كيف لا؟ والقرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به الجليل في عليائه في سمائه سبحانه وتعالى، نزل إلينا بواسطة الأمين جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليحيي قلبه ويحيي أمته عليه الصلاة والسلام بالقرآن. الناس لا يمكن أن أتخيل شكلهم بدون القرآن. نعم، القرآن الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون هو المعجزة الخالدة الباقية. ما من نبي أيها الأحبة في الله إلا أيده الله عز وجل بشيء من المعجزات، ولما ذهب هذا النبي ذهبت معه معجزته أو معجزاته إلا النبي عليه الصلاة والسلام محمد. مات محمد عليه الصلاة والسلام سيد البشر، وما ماتت معجزته بالباقية. هذه المعجزة خالدة أرادها الله سبحانه وتعالى لتبقى دامغة هذه المعجزة ومتحدية، وتبقى راسخة رسوخ الجبال الشوامخ بأمر الله سبحانه وتعالى. فليأتوا بسورة، فليأتوا بعشر سور مثل مفتريات، يعني يأتوني بكتاب من قبله، ما في، سبحان الله ما يستطيعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلق قلوبنا بالقرآن. على قد ما تريد من السعادة اقرأ القرآن. ها، جاء رجل فقال لأحد أساتذته: كم يعني أقرأ من القرآن؟ قال: على قدر ما تريد من السعادة. إذا حبيبي في الله، كلما ضاقت عليك نفسك وأظلمت في وجهك الدنيا، أقبل على كلام الله سبحانه وتعالى، ستجد ولا شك بأمر الله عز وجل حاجتك، وستجد بإذن الله عز وجل ما يشفي صدرك بأمر الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا اليوم نتحدث عن أحكام الميم الساكنة. طبعا احنا تحدثنا، أول ما تحدثنا في البداية، عن أحكام النون والميم المشددتين، ميم ونون. طيب بعدين تحدثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين. طيب كلها على أساس نعرف أين نغن. تعرف لو عرفت فين تغن الغنة هذه، إنها ثم، لو عرفت فين تغن في القرآن، أنت ترى اختصرت عن نفسك في تعلم أحكام التلاوة الشيء الكثير. إي والله الذي لا إله غيره، اعرف أين تغن. فهذه الدروس اللي احنا الحين جالسين يعني ناخذها، إنما لنعرف أين نغن. الحمد لله عرفنا أن النون والميم المشددتين، يعني اللي فوقها شدة، حكمها إظهار الغنة. أي نون عليها شدة أو ميم عليها شدة، مباشرة تلقائيا نغنها: عم يتساءلون ثم لتسألن، هكذا نقرأها. ما نقول ثم لتسألن يوم، لا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هكذا. وكذلك النون الساكنة عرفنا أن أين تغن، أين تغن. والتنوين كذلك، إذا جاء بعده أحد الحروف اللي هي، تتذكر الحروف الثمانية، الحروف الثمانية ممنوع الغنة في النون الساكنة والتنوين. إذا جاتني بعد الحروف الثمانية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء واللام والراء، ممنوع نغنها. ونغن النون الساكنة والتنوين إذا جاتني بعد أي حرف آخر غير الحروف الثمانية اللي ذكرناها. درس اليوم يا كرام باختصار أحكام الميم الساكنة بدون التنوين. خلاص التنوين معايش مع النون الساكنة، لأنه أصلا هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم. اليوم الميم الساكنة ما نتكلم عنها، نتكلم باختصار شديد إيش هي الميم الساكنة. اسمها ميم ساكنة عليها سكون، أو أنه ما عليها أي حركة، يعني ما تكون عليها فتحة ولا ضمة ولا تحتها كسرة، هذه ميم ساكنة. اختصار شديد شديد شديد، جاهز؟ خليك جاهز. ميم ساكنة جاتني بعدها الباء أغنها، ميم ساكنة جاتني بعدها الميم أغنها، بس ميم ساكنة يجيني بعدها أي حرف آخر غير الميم والباء ممنوع الغنة. انتهينا، انتهى الدرس، ندخل في التطبيقات. نأخذ يعني مثال أو مثالين أو الأمثلة كلها من سورة الروم، صفحة رقم 406، الآية رقم 20. شوف الله عز وجل يقول:
ومن آياته أن خلقكم من تراب. شوف الميم الساكنة ما عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كاف، ترى الضمة دي اللي فوق الكاف ما علينا منها. طيب نتكلم على الميم، ما عليها ولا أي حركة، هذه ميم ساكنة. إيش يعني بعد حرف الميم؟ طيب إذا نغنها، نقرأها كذا: أن خلقكم من تراب، أن خلقكم من تراب. انتهينا. طيب ثم، هذه ميم مشددة، إذا أنتم بشر، شوف أنتم يلا هنا هنا حطينا تحتها خطين، ثم إذا أنتم بشر، شوف ميم ساكنة جاني بعدها الباء، سبحان الله مثالين بجنب بعض، ميم ساكنة جاني بعدها الميم، وميم ساكنة جاني بعدها الباء، هذه الاثنين نغنها. بعد كده أي ميم ساكنة، شوف من أنفسكم أزواجا. طيب أي ميم ساكنة يجيني بعدها أي حرف آخر غير الميم والباء، طيب ما نغنها. طيب نعيد كده ونقراها ورا بعض: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شوف خلق لكم من، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ما ينفع أقول من أنفسكم أزواجا، لا ممنوع. شوف هذه، شوف فوقها السكون، ميم ساكنة فوقها السكون، عموما لو جاتني فوقها السكون ممنوع أغنها، لو ما جاتني فوق السكون ها يعني جاتني سادة زي اللي فوق في أنتم هنا نغنها برضو، هذه علامة فضحت السر يعني، معلش. فمن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا يا إخوة باختصار شديد يعني انتهينا. هكذا فعلا انتهينا من درسنا الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة، أحكام الغنة في الميم الساكنة، وين نغن وين ما نغن. طيب ما نريد نقول حقيقة، أنا لازلت أؤكد على مسألة، إنه إحنا جالسين نتعلم مع بعضنا ألف باء تجويد. طيب ألف باء تجويد، ما أتكلم مع الناس اللي سبقونا، ولا أتكلم مع الناس اللي ما شاء الله تبارك الله قد خاضوا غمار التجويد من قبل، أتكلم مع الناس اللي هم ألف باء تجويد زي حالاتي، الله يرحمنا وياكم. ما أقول الكلام ده تواضعا ولا شيء، بس على أساس إنه نبحر إن شاء الله مع بعضنا في غمار يعني تعلم أحكام التلاوة وتجويد القرآن، ونكون إن شاء الله من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر يعني الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجرك عند الله ما يضيع. ربي معاك، استودعكم الله في حفظ الله أجمعين.